الخبر الاول اللي عدنا عن تسريبات الجديدة لأغنية احمد ابو الروب. فاحمد نزل على حسابه بالانستغرام شوية ستوريات يكشف بيها عن شوية تسريبات. فاول تسريب اللي عدنا عن اسم الاغنية اللي راح يكون انا حمار. فبهذا الستوري اللي كان كاتب بيه تسريب للأغنية، ولكن بالنسبة للأشخاص اللي لاحظوا فكان مكتوب على الأغنية أنا حمار ديمو، واللي هو اسم الأغنية الجديدة. أما بالنسبة لش وقت راح تنزل فقال قبل 2021، ولكن ما حدد اليوم بالضبط. وطبعا بالنسبة للشيء الأهم، هل الأغنية راح تكون بها قصف على اليوتيوبر أو لا؟ فأحمد أبو الروب نزل هذا الستوري اللي رد بيه على هذا السؤال اللي راح أعطيكم يا شوفوا. هل قصفت ناس بالأغنية؟ ياهو ما خليناش لحد جبنا ام العيد، جبنا ام العيد. فاكتبوا لي يا حبايب بالكومنتات ايش قد انتم حاليا متحمسين لاغنيه احمد ابو الروب الجديده. الخبر الثاني اللي عدنا عن مفاجات اليوتيوبر. فاول يوتيوبر اللي عدنا هو نور مار. فنور نزل على حسابه بالانستغرام شويه ستوريات اللي حمس بها المتابعين للمقطع اللي راح ينزله اليوم، اللي راح يكون مثل تكمله للمقلب اللي سواه بيارا. راح ينزل على الساعه بالاربعة على قناه نور الاساسيه. راح اعطيكم هذا الستوري شوفوا. كيف يا جماعه الخير، ان شاء الله تكونوا بخير. بكره في فيديو، انا طبعا طلع عبد الحجر اولا، بكره في فيديو على اليوتيوب راح يكون اللي عملنا طوط على الفيديو المقلب. المهم ما يكون طويل، بكره فيديو خرافي على الساعه 4 قناه الاساسيه، خليه يكون جاهز. اما اليوتيوبر الثاني فهي مريانا غريب. فمريانا نزلت على حسابها بالانستغرام شويه ستوريات اللي علنت من خلاله عن اقتراب تنزيلها المقاطع بقناتها الثانيه كافيين. فقالت بهذه الستوريات انه محضره لنا مفاجات خرافيه راح نعرفها بالمستقبل. راح احط لكم الستوري شوفوا. انت شو بتتوقعي؟ بس الفيديو قريبا جدا، وقريبا جدا كمان راح احكي عن محتوى القناه، وفي كثير شغلات حلوه انتو تعجبكم وحتنبسطوا. الخبر الثالث اللي عدنا عن انس واصاله والمقالب اللي سووها ببعض. فبالبدايه اصاله نزلت على حسابها بالانستغرام هذا الستوري اللي كانت تصور بيه انس، لكن هو بدون ما يعرف. شوف هذا الستوري عم تفتهمون. عشنا ما بعد حكاية. بعدها انس نزل على حسابه بالانستغرام هذا الستوري نفسه وكان كاتب الرد قادم. وبالستوري اللي بعده كان يصور بيه اصاله وهي بدون ما تدري، وكان يقول خليها تكشف الحقيقه والفضايح. شوف الستوري. I'm posting this. خلي اوكي كملي كملي، الناس تعرفك على حياتك. يلا تكملي كم. لا 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 كملي، لا كملي كل الفضائح. مو انت كم ستوري هلا نزلتي علي من ورا ظهري؟ كم واحدة لهلا؟ كملي كملي، خلي الناس تطلع على حقيقتك. وفي النهاية اجى شخص ثالث وصورهم اثنيناتهم بدون ما يعرفون. وبهذا الستوري شوفوا. الخبر الرابع اللي عدنا عن بيسان اسماعيل ودخولها للمستشفى. بيسان نزلت على حسابها بالانستغرام هذا الستوري اللي كان من داخل المستشفى او العياده اللي كانت تسوي بيها تنظيف للبشره، لان عدها تصوير فيديو كليب. راح احط لكم الستوري شوفوا. طبعا حبايبي مثل ما انكم شايفين عم بعمل تنظيف بشره حاليا مع الدكتوره مروه. طبعا وشي بصير شوي احمر بس كله بيتنظف من الاعماق، يعني لازم كل فترة وفترة اعمل تنظيف بشرة. وصلنا وصلنا لنهاية المقطع. حبايب عندي طلب بسيط، انا صراحة ابدا ما اطلب لايكات من عندكم، ولكن هذه الفترة شوية بعد التحديث اليوتيوب مال امبارحة ما ادري صار شيء غريب باليوتيوب، دعم قل او شيء اللايكات، فاتمنى تحطون لايكات على هذا المقطع نوصل اكبر عدد 50000 60000، راح يكون كل شاكر لكم. وبس جاكم فيزا من قناة ملك القصص، مع السلامة.